بسم الله الرحمن الرحيم. أقوال حول الأكل عن الله تعالى وأهل البيت عليهم السلام. الفصل الأول في قلة الأكل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من قل أكله قل حسابه. وقال صلى الله عليه وآله: من قل طعمه صح بطنه وصفى قلبه، ومن كثر طعمه سقم بطنه وقسى قلبه. وقال صلى الله عليه وآله: البسوا وكلوا واشربوا في أنصاف البطون، إنه جزء من النبوة. وقال صلى الله عليه وآله: من كثر تسبيحه وتمجيده وقل طعامه وشرابه ومنامه اشتاقته الملائكة. وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إذا أراد الله سبحانه صلاح عبد ألهمه قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام. وقال عليه السلام: قلة الأكل من العفاف وكثرته من الإسراف. وقال عليه السلام: قلة الغذاء أكرم للنفس وأدوم للصحة. وقال عليه السلام: من قل طعامه قلت آلامه. وقال عليه السلام: من قل أكله صفى فكره. فصل جديد في كثرة الأكل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء. وقال صلى الله عليه وآله: إياكم والبطنة، فإنها مفسدة للبدن ومورثة للسقم ومكسلة عن العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: القلب يتحمل الحكمة عند خلو البطن، القلب يمج الحكمة عند امتلاء البطن. وقال صلى الله عليه وآله: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. وقال صلى الله عليه وآله: لا يدخل ملكوت السماوات والأرض من ملأ بطنه. وقال صلى الله عليه وآله: المؤمن يأكل في معاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وقال صلى الله عليه وآله: بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب. وقال صلى الله عليه وآله: ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملآن. وقال صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول المطعم، فإنه يسم القلب بالقسوة ويبطئ بالجوارح عن الطاعة ويسم الهمم عن سماع الموعظة. وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كثرة الأكل والنوم تفسدان النفس وتجلبان المضرة. وقال عليه السلام: كثرة الأكل تذفر. وقال عليه السلام: من كثر أكله قلت صحته وثقلت على نفسه مؤونته. وقال عليه السلام: كثرة الأكل من الشره، والشره شر العيوب. وروي عن نبي الله عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل، لا تكثروا الأكل، فإنه من أكثر الأكل أكثر النوم، ومن أكثر النوم أقل الصلاة، ومن أقل الصلاة كتب من الغافلين. وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: أبعد الخلق من الله إذا ما امتلأ بطنه. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ليس شيء أضر على قلب المؤمن من كثرة الأكل،
وهي مورثة لشيئين: قسوة القلب وهيجان الشهوة. وروي عن حفص بن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام في ذكر حديث جرى بين نبي الله يحيى عليه السلام وإبليس، فقال له يحيى: ما هذه المعاليق؟ فقال: هذه الشهوات التي أصيب بها ابن آدم. فقال: هل لي منها شيء؟ فقال إبليس: ربما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر. قال يحيى عليه السلام: لله علي ألا أملأ بطني من طعام أبدا. وقال إبليس: لله علي ألا أنصح مسلما أبدا. ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا حفص، لله على جعفر وآل جعفر ألا يملأوا بطونهم من طعام أبدا، ولله على جعفر وآل جعفر ألا يعملوا للدنيا أبدا. فصل جديد في الاقتصاد في الأكل وأثره في صحة البدن. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كم من أكلة منعت أكلات. وقال عليه السلام: إياك والبطنة، فمن لزمها كثرت أسقامه. وقال عليه السلام: من اقتصر في أكله كثرت صحته وصلحت فكرته. وقال عليه السلام: إياك وإدمان الشبع، فإنه يهيج الأسقام ويثير العلم. وقال عليه السلام: لا يجتمع الجوع والمرض. وقال عليه السلام: لا تجتمع الصحة والنهم. روي عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في الطعم لاعتدلت أبدانهم. فصل جديد في مساوئ البطنة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعود كثرة الطعام والشراب قسى قلبه. وقال صلى الله عليه وآله: لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم. وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: من زاد شبعه كضته البطنة، ومن كضته البطنة حجبته عن الفطنة. وقال عليه السلام: إياك والبطنة، فمن لزمها كثرت أسقامه وفسدت أحلامه. وقال عليه السلام: إياكم والبطنة، فإنها مقساة للقلب، مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد. وقال عليه السلام: لا فطنة مع بطنة. وقال عليه السلام: لا تجتمع الفطنة والبطنة. وقال عليه السلام: إذا ملئ البطن من المباح عمي القلب عن الصلاح. وقال عليه السلام: إدمان الشبع يورث أنواع الوجع. فصل جديد في إفساد الشبع للورع. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الشبع يفسد الورع. وقال عليه السلام: الشبع يورث الأشر ويفسد الورع. وقال عليه السلام: بئس قرين الورع الشبع. وقال عليه السلام: نعم عون المعاصي الشبع. فصل جديد في الجوع. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: طوبى لمن طوى وجاع وصبر، أولئك الذين يشبعون يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله: خففوا بطونكم وظهوركم لقيام الصلاة. وجاء في الحديث القدسي عن الله تعالى في علامات الخواص: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ربي، ما علامات أولئك؟ قال الله: هم في الدنيا مسجونون، قد سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام،
وبطونهم من فضول الطعام. وروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: إن العاقل عن الله الخائف منه العامل له ليمرن نفسه ويعودها الجوع حتى ما تشتاق إلى الشبع، وكذلك تضمر الخيل لسبق الرهان. وجاء عن الإمام الهادي عليه السلام أنه قال: السهر ألذ للمنام، والجوع يزيد في طيب الطعام. فصل جديد في ميراث الجوع. جاء في الحديث القدسي عن الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ربي، ما ميراث الجوع؟ قال الله: الحكمة وحفظ القلب والتقرب إلي والحزن الدائم وخفة المؤونة بين الناس وقول الحق ولا يبالي عاش بيسر أو بعسر. وجاء في الحديث القدسي عن الله تعالى: يا أحمد، إن العبد إذا أجاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمة، وإن كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووبالا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نور الحكمة الجوع والتباعد من الله الشبع. وقال: لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم. وجاء عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: نعم العون على أسر النفس وكسر عادتها التجوع. فصل جديد في الميزان في الأكل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كل وأنت تشتهي وأمسك وأنت تشتهي. وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: لا ترفع يدك من الطعام إلا وأنت تشتهيه، فإن فعلت ذلك فأنت تستمرئه. وروي عن الإمام الرضا عليه السلام: من أخذ من الطعام زيادة لم يغضه، ومن أخذه بقدر لا زيادة عليه ولا نقص في غذائه نفعه، وكذلك الماء، فسبيله أن تأخذ من الطعام كفايتك في أيامه، وارفع يديك منه وبك إليه بعض القرم، وعندك إليه ميل، فإنه أصلح لمعدتك ولبدنك، وأزكى لعقلك، وأخف لجسمك. وجاء عنه عليه السلام: من أراد أن يكون صالحا خفيف الجسم واللحم فليقلل من عشائه بالليل. فصل جديد في آداب المائدة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أكل وذو عينين ينظر إليه ولم يواسه ابتلي بداء لا دواء له. وقال صلى الله عليه وآله: المؤمن يأكل بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله بشهوته. وجاء عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أقر الحار حتى يبرد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قرب إليه طعام حار فقال: أقره حتى يبرد، ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار، والبركة في البارد. وجاء عنه عليه السلام: طمنت لمن سمى على طعامه ألا يشتكي منه. وقال عليه السلام: من ذكر اسم الله عند طعام أو شراب في أوله وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا. وقال عليه السلام: ابدأوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب. وقال عليه السلام: أكثروا ذكر الله عز وجل على الطعام ولا تطغوا فيه، فإنها نعمة من نعم الله.
وروي عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال: في المائدة 12 خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها، 4 منها فرض، و4 سنة، و4 تأديب. فأما الفرض فالمعرفة والرضا والتسمية والشكر، وأما السنة فالوضوء قبل الطعام والجلوس على الجانب الأيسر والأكل بثلاث أصابع ولعق الأصابع، وأما التأديب فالأكل مما يليك وتصغير اللقمة وتجويد المضغ وقلة النظر في وجوه الناس. وروي عن نجيح: رأيت الحسن بن علي عليهما السلام يأكل وبين يديه كلب، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يا ابن رسول الله، ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك؟ قال عليه السلام: دعه، إني لأستحي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من أراد ألا يضره طعام فلا يأكل طعاما حتى يجوع وتنقى معدته، فإذا أكل فليسمي الله وليجد المضغ وليكف عن الطعام وهو يشتهيه ويحتاج إليه. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله، ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: من غسل يده قبل الطعام وبعده بورك له في أوله وآخره، وعاش ما عاش في سعة، وعوفي من بلوان في جسده. وقال عليه السلام: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء، فإن الشيطان إذا لم تغطى الآنية بزق فيها وأخذ مما فيها ما شاء. وروي عن الإمام الكاظم عليه السلام لما سئل عن السفلة قال عليه السلام: الذي يأكل في الأسواق.